سميتي عاد ادريس. السي ادريس ما هو المشكل ديالك؟ المشكل ديالي من 2008 عندي الكاريير كان تاعها 2012 عطاتني المحكمة الحق ديالي. المنفذ عبد السلام اليثمي دينا الإعلام نهار 5 شهر 5 شهر 5 2013 فاش رجعنا قال لي عندك عامل واحد شي حق شريها كتحسب لك مثلا في الشهر كاس 2013 2014 شهر 9 شهر 19 2014 عاد كانت مشي مويه كان 5 مصاري ديال الحديث هذا الشهر وصلنا كنبداو التهديد انما كيخلوني في 9 كنبداو التهديد وسلاح البيض ورجعنا ما كاين والو عاد كنمشيو في 14 في 4 2015 نفس المشكل ما كاين والو كنمشيو عاود 18 5 2015 ما كاين والو والحق ديالي ضاع والحق ديالي ضايع وعاود كنمشي ديك الساعة باغي ندخل السيد الوكيل المالي ولكن خلوني ما كيستقبلش كان درت انا باش يستقبلني انا ما خارج فمي ما عرف واش ما باغيش يستقبلني ولا كتيب العموم خلي غير في الادريس ما عرف واش ما بغاش يستقبلني ولا يعني السبب كيبقى مجهول السبب كيبقى مجهول وتدخل رئيس المحكمة الموقع قال لي ظرف منك هذا تفهمني انت كملت قال لي عيط للمنفذ قال لي ما بغاش يجي الحوايج ديالي كامل وجو الحوايج ديالي كامل ما غاديش يجدهم انما كنلقاو تهديد الساحة ديالي قال لي الا ما تشتي الحوايج حنا غير كنعاونوك وقلت انا كنتمنى الخانون الخانون كيقول يبحث الى الجهاز السلاح ديالو يعطيه الاعلام وكانت من الخلون ما يحبش الوقفه لان كنت فاهم خصو يعطيني شهاده الى مجرم خصي القانون يحميني غير ما يحمينيش القانون ولا لان ديالي واخا ودات عشرة مازال يحزنا وغانسى سيدي كان طيب الحق ديالي يعطيني سيدنا الله ينصرو الله يرحم الحسن الثاني هذا واحد من الاشخاص اللي مشاوك منه اللي مشاو كملوا استقلال الصحراء نص مليون هذا واحد منهم وسيدنا الله ينصرو هاد البطاقة ديال المسيرة هاد البطاقة ديال المسيرة فيها الحسن رحمه الله وسيدي واحد السادس الله ينصرو هاد البطاقة ديال سيدنا وانا كنتعبد وما كنتعبد معايا حتى السيرة ديال سيدنا المنفذ كتفلى عليا نص عليا عامين دابا من كتسال هاد 4 سنين وفين الحقوق ديالي فين مشاو الباب اللي وصلت كنجبرو منو كنجبرو في خطبة الحوار الحريري الباب اللي وصلت في الغلوق مخلي واحد وانا طيب السيد عامل يشوفني مخلي دابا واحد الباب ديال العود ما فيه لا احساس لا يحصل لي راه انت في كم طيب السيد الله ينصرو يعطيه حقي من دون العود هادشي اللي كاين انا كنطالب حقك سلميا كنطالب حقي سلميا لو كان بغيت العود ما نديرش الدعوة ما نمشيش للخدمة وكان ندير سوف نفرش شحال هادي ولكن انا خصي سلميا الخدمة ما نشوفهم ما يشوفهم حتى عطيني السواف ديالي إذا ما كان سال شيء احنا سير الله يسرو ما شافش شيء تبقى فينا